السلام عليكم، كيفكم يا احلى متابعين؟ الله شجعوني وحطوا لي لايك. اليوم اللانش بوكس كتير حلو، وماما حطت لي بليله مثل باب الحاره، وحب اللولو انا كثير بحبه. طعمي رفقاتي اليوم، وراح نحط كرات جوز الهند بالشوكولا. راح تنزل طريقة التحضير إن شاء الله، وراح نغلفها حتى ما تذوب على اللانش. وماما راح تحط لي بسكويت. يوم جمعة ودوامنا قصير، وما راح نكسر أكلات. وهي كرات البطاطا سوتها ماما. هاي البطاطا أنا كثير بحبها مع الخس والجزر والبندورة. أما لو الفواكه متوفر عنا اليوم الكيوي. اللانش بوكس جاهز. اليوم الجمعة ما تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام. السلام والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءة سورة الكهف. نجينا من فتنة مسيح الدجال. لايك حبايبي، فرحوني بلايك. كم كثير، وباي باي.